فعاليات موسم الوالي صالح سيد مختار السباعي في دورة صلاح العثماني المنظم من طرف المجلس الجماعي لسيد مختار، وايضا بشراكة مع منتدى تيغسريت للثقافة والتنمية والفنون تحت شعار كلنا فداء لصحرائنا ومغربنا. هذا الموسم اللي كيعرف عدة أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية وتنموية، وأيضا أنشطة تراثية اللي كتشوفوا اليوم فيها عروض طبوريضة اللي عدد السراب المشاركة فيها يزيد عن 40 سربة من كل أقاليم المغرب، وأيضا برنامج حافل بالأنشطة الثقافية اللي كيعرف سهرات فنية بمشاركة الفنانة الكبيرة سعيدة شرف، وأيضا الفنان عبد العزيز الساتي والعربي إم غران وأم قيل ومصطفى زريعة ومجموعة من الفرق المحلية الفولكلورية، وأيضا هناك ندوة وطنية اللي كيأطرها أساتذة جامعيين اللي العنوان ديالها هو دور القبيلة في الدفاع عن القضية الوطنية من خلال ملحمات المساء الخضراء، اللي غادي تعرف مشاركة أساتذة جامعيين وأيضا شيخ القبيلة بن عيون. والحمد لله هذا الموسم اللي كتجيني يعني القبائل، مجموعة من القبائل الصحراوية وأيضا الممثلين ديالنا بالأقاليم الجنوبية، وكتوافد عليه جماهير اللي هي غفيرة. اللي معكم معادل الخير في السباعي نائب رئيس المجلس الجماعي لسيد مختار والمسؤول عن التواصل والإعلام، وشكرا. أولا السلام عليكم، كنشكركم على الاستضافة والحضور معنا هذا الموسم الوالي صالح سيد مختار. فيما يخص الدوري المنظم من طرف جماعة سيد مختار وشباب سيد مختار كرة القدم، منتدى تيغسريت نادي أمل المختاري الذي نظم بالموازاة مع احتفال بالمسيرة الخضراء وبالمناسبة الموسم موالي صالح سيد مختار. الدوري عرف مشاركة مجموعة من المدارس الابتدائية، 9 مدارس ابتدائية على مختلف مناطق ديال اللي كتجمع المنطقة. المباراة النهائية لعبت يوم الخميس صباحا، كانت صبيحة رياضية بامتياز. عرفت المباراة النهائية مشاركة كل من مدرسة الجامعة، مدرسة جماعاتية ومدرسة مجموعة مدارس تويجرات. المباراة التي آلت لصالح فريق مجموعة مدارس تويجرات هو تويج بطلا لهذه النسخة. أما فيما يخص مباراة ثانوية إبروش الإهلية فعرفت المباراة النهائية مشاركة فريق اتحاد دميسات وفريق نجوم سيد مختار، وعرف فريق عرف فوز فريق اتحاد دميسات بهذه النسخة. كما أود نشكر المجلس الجماعي وكذلك منتدى تيغسريت نادي أمل المختاري على المشاركة والمساهمة في إنجاح هذا الدوري وهذه التظاهرة الرياضية. عرفت مشاركة هذه الوليدات الصغار في هذه المناسبة هذه، وإن شاء الله كنتمنوا التوفيق للجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. معكم بيزيد رياض الكاتب العام لجمعية الشرفاء السباعيين للتنمية البشرية. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء الجمعية، كنشكر جميع جنود الخفاء اللي كيشتغلوا يعني بجد لإنجاح هذا الموسم الوالي الصالح. صراحة احنا كل عام الجمعية ديالنا كتقوم بتنظيم حفل في موسم الوالي الصالح سيد المختار بشراكة مع الجمعية المكلفة بالموسم الصالح ألا وهي منتدى تيغسريت. كنشكروا جميع القائمين على هذه الجمعية وجميع الناس من سلطات محلية والجماعة والناس جميع اللي كتشتغل. صراحة كتشوفوا التنظيم ديال هذا العام يعني تنظيم كان جد رائع على مستوى التبوريدة، على مستوى الإنارة، على مستوى يعني الاستقبال. وكاين استقبال يعني نجوا من كي غنقولوا الشعار الأول والأخير ديال هذا الموسم وهو فداء مغربية صحرائنا. صراحة كنشوفوا أولاد بن سبع، القبيلة ديال أولاد بن سبع قبيلة صحراوية، وكيلموا الشمل يعني كيأكدوا على مغربية الصحراء، وكيلموا الشمل من الجنوب الشرق شمال حتى الناس اللي خارج أرض الوطن كيلبيوا النداء وكيجيوا باش يحضروا. صراحة لهذه الأجواء واخا نقول اللي قلت ما غاديش نعبر لكم على الاجواء اللي كنحسوا بها والفرح اللي كنحسوا به وحنا كنديروا صله الرحم مع الاحباب ديالنا. تحيه للجميع اللي صار على هذا الموسم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.